كده احنا خلصنا السيمبل ابيثيليوم ونروح بعد كده على الاستراتيفايد ابيثيليوم اللي احنا زي ما قلنا ان بيتكون من اكتر من طبقه من الخلايا، فقط الطبقه البيزل هي اللي قاعده على البيزمنت ميمبرين. وتبعا لشكل الموست سوبرفيشال سيل الطبقه السطحيه هيبقى عندي اول نوع اللي اسمه استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. زي ما قلنا استراتيفايد يعني ايه؟ يعني عندي صفوف من الخلايا، فقط البيزل قاعده على البيزمنت ميمبرين. طيب سكويمس يعني ايه؟ يعني شكل الخلايا السطحيه بتبقى فيري فلاتند سكويمس. طب الطبقات دي نوعها ايه؟ والله انا عندي الطبقه البيزل بتبقى كيوبويدال او لو كولامنر. لو كولامنر يعني ايه؟ يعني كولامنر بس بقت قصيره، قصرت لان الخلايا اللي فوق بططتها. يليها صفوف من الخلايا بتبقى مضلعه بوليجونال، اللي شويه بشويه تبتدي تفلطح لحد ما توصل على السيرفس تبقى ايه؟ تبقى سكويمس. ايه فايده ستراتيفايد سكويمس؟ قاعده، انا بعمل ستراتيفيكيشن عشان اعمل كلمه واحده الا وهي البروتكشن، عشان اعمل حمايه، بحط صفوف من الخلايا عشان احمي بيها الاورجانز او التيشوز بتاعي. طيب ايه انواع الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم؟ انا عندي نوعين. نوع بقول عليه كراتينايزد. يعني ايه كراتينايزد؟ يعني سطح الخلايا بتاعي من فوق متغطي بكيراتين. كيراتين، وكلمه كيراتين يبقى وانا مغمضه موجود فين النوع ده؟ موجود في السكين بتاع جلدك، واي حاجه هتفتح في السكين هتبقى متغطيه بكراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. وده منطقي لان السكين ده وظيفته الاساسيه ان انا بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه حمايه، بيغطي جسمي عشان يحميه. النوع الثاني اللي بقول عليه النان كراتينايزد. ونان كراتينايزد يعني ايه؟ يعني ستراتيفايد سكويمس مش متغطي من فوق بشرايط الكيراتين. طب ده بيبقى موجود فين؟ موجود في الاسطح المبلله المعرضه دائما للاحتكاك. زي مين؟ زي الكورنيا بتاعت عينك، احنا طول اليوم عاملين نحك في عينينا. زي الاسوفيجس المريء، ده معرض للاحتكاك بالفود، بالاكل. الماوث كافيتي برضو معرض للاحتكاك بمين؟ بالاكل. الفاجينا المهبل، دي برضو بيحصلها احتكاك اثناء الولاده او اثناء السيكشوال انتركورس. خلي بالك في امثله تانية انا ممكن تقولها، يعني مش شرط تكون موجوده في المنهج عندك، زي مثلا اينا الكنال او القناه الشرجيه، دي برضو معرضه للاحتكاك بالايه؟ بالستول او البراز. يبقى انا ممكن اقول كده قاعده ان انا الدايجستيف سيستم بتاعي اللي هو بيبتدي من اول الماوث وبينتهي بالانس او فتحه الشرج بيتكون من مينلي ها سيمبل كولامنر ابيثيليوم اللي احنا قلناه، اللي هو بيغطي الاستومك والانتستين عشان يقوم بوظيفه الدايجشن والابزوربشن ما عدا فوق وتحت. فوق يعني ايه؟ يعني من الماوث كافيتي او من الماوث بتاعك لحد الاسوفيجاس بيبقى نان كراتينايزد. وتحت يعني ايه؟ يعني الانا الكنال بتاعتك والانس ها دي متغطيه برضو بنانكراتينايزد. ليه؟ لان فوق وتحت معرض للاحتكاك. فوق معرض للاحتكاك بالفود، وتحت معرض للاحتكاك بالايه؟ بالستولز. اتفقنا يا شباب؟ نروح على تاني نوع عندنا اللي اسمه ستراتيفايد كيوبويدال، وده اللي بيكون من طبقتين من الكيوبويدال ابيثيليوم. النوع ده بيبقى موجود في جسمك في الضغط بتاعت السويت جلاند. ايه السويت جلاند دي؟ السويت جلاند عبارة عن الغدد العرقية اللي بتفرز السويت العرق. الغدد دي اللي بتفرز السويت بتبقى متغطية بسيمبل كيوبويدال ابيثيليوم عادي خالص، يعني طبقة واحدة من الخلايا. لكن في الضغط بتاعها او في القناة بتاعتها اللي بتفتح فيها، بلاقي ان الابيثيليوم ده بدل ما كان طبقة واحدة ابتدى بقى طبقتين لحد ما تمشي القناة وتفتح في السكين. وانا قلت لكم ان اي حاجه بتفتح في السكين بتاخد نفس الغطاء بتاع السكين الا وهو الايه؟ الكراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. انا عملت ايه هنا؟ انا درقت الابيثيليوم من طبقه واحده من الكيوبويدال اللي موجوده في السويت جلاند اهي، على طبقتين من الكيوبويدال اللي موجوده في الدكت او القناه بتاعتها، على الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم اللي هو موجود عند الفتحه اللي بتفتح فيها في السكين. التدرج ده يهمني جدا 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 في جسمي، لان اي نطه في الابيثيليوم من سيمبل ابيثيليوم لستراتيفايد ابيثيليوم ها ستراتيفايد سكويمس مره واحده، اي نطه
معناها ان المكان ده معرض ان الخلايا بتاعته يحصل لها تغيرات سرطانية، زي ما هتاخده في أماكن في الجسم فعلا بيحصل فيها النطة دي، والأماكن دي بتبقى معرضة جدا لحدوث تغيرات سرطانية. فالتدرج في الإبيثيليوم ده بيحميلي من حدوث التغيرات السرطانية. نروح على النوع الثالث اللي عندنا اللي اسمه Stratified Columnar، ومن اسمه طبقات من الخلايا، الخلايا السطحية بتبقى Columnar، وده بيبقى موجود في أماكن نادرة في جسمك، منها مثلا على سبيل المثال حاجة اسمها Conjunctival Fornix. يعني ايه Conjunctival Fornix؟ Conjunctival هي ملتحمة. Conjunctival دي انت لو جيت جفنك ده وقلبته من جوه، الجيب اللي بيبقى من جوه ده اسمه Conjunctival Fornix، اللي هو الجيب اللي بيبقى من جوه ما بين جفنك وما بين العين نفسها بتاعتك. فالكونجكتيفال فورنيكس ده بيبقى لايند باي الستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم، وظيفته ان هو بيفرز مادة مخاطية، ها، علشان ايه؟ تدخل في تكوين الدموع بتاعة عينك. ما خلي بالك الدموع دي ما هيش سائل وبس، سائل مياني وبس، لا، ده فيها مخاط، فيها سائل زي المية، وفيها كمان سائل زي الزيت، زي ما هتاخده ان شاء الله مع CNS. واخر نوع من الستراتيفايد ايبيثيليوم نوع مهم جدا 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 اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم. يعني ايه ترانزيشنال ايبيثيليوم؟ معناه ان هو ايبيثيليوم في حاله ترانزيت. يعني في حاله ترانزيت يعني في حاله غير دائمه، مؤقته، بيتغير زي كده بالظبط. حضرتك لما تيجي تسافر، ها، وتيجي تنزل في مطار، وضعك فيه بيبقى ترانزيت. يعني ايه؟ يعني انا مستني في المطار ده عشان اخد طيارة تانية توديني على الحتة اللي انا رايحاها. فاذا انت وضعك في هذا المطار او في هذه البلد وضع ترانزيت مؤقت، هيتغير. نفس الحكاية في الإبيثيليوم ده، ان الإبيثيليوم ده بيغير في شكل الخلايا بتاعته وفي عدد الطبقات تبعا لحالة الأورجان. زي مين؟ زي اليورينري بلادر واليوريتر، المثانة والحالب. الإبيثيليوم بتاعهم بيتغير على حسب البلادر دي أو اليوريتر فاضية ولا مليانة باليورين. طيب تعالوا نشوف كده في حالة إن البلادر أو اليوريتر فاضيين ما فيهمش يورين. حالية بيتكون من طبقات من الخلايا، لأن هو نوع من أنواع الستراتيفايد. الطبقة البيزل بتاعتي بقول عليها بتبقى لو كولامنر سيل، وعرفنا ليه لو كولامنر، لأن الخلايا اللي فوقيها بتبططها. يليها طبقات وسط بقول عليها خلايا بوليجونة المضلعة، اللي شوية بشوية ناحية السطح بيبقى شكلها زي الكمترة، بقول عليها بير شيبت. وعلى السيرفس، على السطح، بلاقي ان الخلايا دي متغطية بخلية كبيرة قوي، بيبقى ليها نيوكلياس واحدة او اتنين او تلاتة، وبيبقى الجزء العلوي من الخلايا دي بيبقى كونفكس. يعني ايه كونفكس؟ يعني مقعر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فالخلايا الكبيرة دي اللي واخدة لحد ما شكل كيوبويدال سيل بس كبيرة في الحجم، بسميها دوم شيبد سيل. دوم شيبد يعني ايه؟ يعني اللي فوق كده، الجزء اللي فوق مقعر زي ما انت شايف كده، عامل زي قبة المئذنة، او بسميها الامبريلا سيل. امبريلا سيل ليه امبريلا؟ لان الجزء اللي فوق ده برضو عامل زي ايه؟ عامل زي الشمسية. مهمة جدا الخلايا دي. من منظر الإبيثيليوم ده ايه اللي لفت نظرك؟ في حاجة كده كسرت القاعدة بتاعت الإبيثيليوم بتاعتي، اللي هي ايه؟ ان انا في عندي ما بين الإبيثيليال سيلز فراغات، وده مش المفروض. احنا قلنا ان الفراغات اللي ما بين الخلايا بتبقى قليلة قوي قوي، لكن هنا عندي فراغات واضحة جدا بينالي. الفراغات دي ما هياش فاضية، لا، دي بتبقى مليانة بمادة زي الميوكس أو المخاط. إيه فايدتها؟ هنعرف بعد شوية. يبقى إذن دي الحالة لو كان البلادر أو اليوريتر امتي، فاضية، ما فيهاش يورين. تعال شوف بقى، أول ما تيجي البلادر تتملى باليورين، شكل الإبيثيليا معرض طبقاته هيتغير إزاي؟ بص إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ بص كده، لما تبقى البلادر مليانة فول، ايه ده يا ربي؟ دي عدد الطبقات قلت، بقت طبقتين. والخلايا نفسها ايه اللي حصل؟ عبارة عن طبقة البيزل اللي هي كيوبويدال بتاعتي، والطبقة الدوم شيب، والخلايا بقت مفلطحة. يبقى اذا عدد الخلايا قل،
الخلايا فلتحت. تقدر تقول لي ايه اللي حصل؟ تقدر تفسر لي اللي حصل ده سببه ايه؟ تقدر تقول لي ازاي الترانزيشنال ايبيثيليوم هيتكيف مع الوظيفة بتاعته بان هو يجي يستوعب الزيادة اللي حصلت في الحجم نتيجة لوجود اليورين؟ تعالوا نشوف مع بعض. احنا قلنا يا شباب ده وضع الترانزيشنال ايبيثيليوم لما يبقى فاضي، وقلنا ان هو في السبيسز اهي بتاعتي بالمنظر ده. هنقول ان هو بيتكون من مثلا 5 طبقات، كل طبقة من الخلايا فيها حوالي 10 خلايا، تمام؟ يعني 5 طبقات اهي، كل طبقة فيها حوالي 10 خلايا مثلا، تمام؟ انا جيت ومليت البلادر باليورين، فيقوم جاي اليورين ده ضغط على الخلايا، يقوم عامل ايه؟ يخلي الخلايا اللي فوق يحصل لها جلايدنج على السبيس اللي ما بين الخلايا اللي تحت. يعني جلايدنج يعني تيجي الخلايا اللي فوق تتزحلق وتنزل في المسافات اللي ما بين الخلايا اللي تحتها، ويساعدها في الزحلقه دي الميوكس او المخاط اللي موجود ما بين الخلايا بتاعتي. فلما الخلايا اللي فوق تنزل على او عند السبيسز اللي ما بين الخلايا اللي تحت، يحصل ايه عندي؟ فعدد الطبقات هتقل، وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ اليورين هيضغط على الخلايا فيخليها تفلطح. فيحصل ايه عندي؟ يحصل ان عدد الطبقات قل مع الاحتفاظ بنفس عدد الخلايا، لان زي ما قلت لك انا لو عندي 5 طبقات كل طبقة فيهم 10 خلايا، فعندي التوتال 50 خلية. ال50 خلية دول بدل ما كانوا متوزعين على 5 طبقات بقوا متوزعين على 2 طبقات. فاذا عدد طبقات قل، معادلة بقى عندي عدد طبقات قل مع الاحتفاظ بنفس عدد الخلايا اللي بقت مفلطحة، ينتج في النهاية زيادة مساحة السطح بتاع الأورجن، وهو المطلوب إثباته علشان البلادر تقدر إن هي تستوعب الزيادة في الحجم نتيجة لوجود اليورين. اتفقنا شباب؟ اتفهمت؟ طيب تعالوا بقى ونشوف مع بعض السؤال بتاعنا النهاردة، ونقول Where is this type of epithelium found؟ مطلوب مني ايه؟ ان انا اولا ابص على الصورة واشوف الابيثيليوم بتاعي ده هو مترصص في طبقة ولا في 2؟ لا والله ده موجود في طبقة واحدة جنب بعض، يبقى اذا ده simple epithelium. تاني حاجة، شكل الخلايا ايه عشان اقدر احكم؟ والله انا شايفة الخلايا مطولة زي الكولامنر، شايفة النيوكليس بتاعتي موجودة عند البيز، ناحية البيز سايبالي الجزء اللي فوق كله من الخلايا فاضي. النيوكليس بتاعتي شكلها أوفل، هي بيضاوية عمودية على البيزمت ممبرين، يبقى ده هتبقى سيمبل كولامنر. أنهي نوع فيهم؟ السيليتد ولا نان سيليتد؟ لو والله بصيت على السطح ما لقيتش فيه شعر، يبقى ده السيمبل كولامنر نان سيليتد. بص أنا فكرت في كل ده قبل ما بص على الاختيارات بتاع السؤال، حددت الأول من الصورة أنهي نوع، وبعدين أبتدي بقى إيه أشوف الاختيارات. هل السيمبل كولامنر نان سيليتد ده موجود في الميل جينيتال تراكت؟ لا والله مش موجود في الميل جينيتال تراكت، لأن الميل جينيتال تراكت لايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر إبيثيليوم. طيب يجي السؤال التاني بتاع الاختيار التاني بتاعي، هل موجودة في الاستومك؟ فعلا احنا قلنا الاستومك دي هي والانتستين موجود فيها السيمبل كولامنر النانسيليتد. عشان اتأكد اشوف الاختيار التالت، هل في اللانج؟ لا، دي اللانج موجود فيها يا سيمبل سكويمس في الالفيولاي يا سودو ستراتيفايد فين في الباقي. طيب هل في الثيرويد جلاند؟ لا والله الثيرويد جلاند دي موجود فيها السيمبل كيوبويدال، يبقى اذا الاجابه الصح بتاعتي هي الاستومك. شفتوا انا فكرت ازاي قبل ما ابتدي اجاوب؟ كده يبقى خلصنا. ثانك يو، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.